عمرك سمعتي بلو سكرام ماستر، لا ميثود اجيل، باكلوغ، سبرينت، برودكت اونر؟ هذه هي المصطلحات اللي كتستعمل كتقنيات جديده في تسيير المشاريع وغالبا في لو ماناجمنت ديال لي بروجي دو ديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل اي لي سوليوشن ديجيتال. فواحد الوقيته الطرق التقليديه لاداره المشاريع وما قدراتش تواكب العصر الحالي، وحتى لي كليون كيكون صعيب عليهم يوصلوا لك الفكره ديالهم بطريقه كامله مكموله. دونك جا لو سكرام اللي هو تقنيه جديده كنعتمدوا عليها في لو ماناجمنت اجيل، وهي عباره على التسيير السريع اللي كيعتمدوه الشركات باش يوصلوا لنتائج اوليه ويبدا يبان المنتج بالشكل اللي يقدر لو كليون يشوفه ويعطيك عليه الملاحظات وشنو الاخطاء اللي فيه وشنو تقدر تزيدو باش تدوز للمرحله الجايه وفريق العمل فاهم اكثر شنو لو كليون باغي. هاد المراحل كيتسموا لي سبرينت، وهي الفترات اللي كيتقرر فيها انجاز لي باكلوغ اللي كتعني لي ستيتاش او لا لي فونكسيوناليتي، ولي سبرينت كتكون من جوج اسابيع حتى لاربعه. مالك المنتج كيتسمى لو برودكت اونر، كيكون على تواصل مباشر مع لو سكرام ماستر اللي بالدور ديالو كيكون انترميديير ما بينه وما بين مولشي وفريق العمل اللي كيتكون من خمسة حتى لتسعود ديال الاشخاص. غادي نخلي لكم رابط اللي تقدروا تيليشارجيو منه لو غيد باش تفهموا اكثر هاد التقنيات الجداد، يمكن لكم تيليشارجيوه باللغه اللي بغيتو. اللهم يسر.